متابعينا على حساب الخبر أونلاين، مساكم الله بالخير. مؤمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة، وهذه الحلقة برعاية أسواق الحلي. العتب أحيانا يوصل للخصام، وفي ناس تقدر الظروف وفي ناس ما تقدر. بسؤال الحلقة، إذا عندك شخص عزيز عليك وعنده مناسبة ونسي يعزمك، تروح له لو لا وليش؟ أما إذا هم مكرم مو من الأهل أو مو شيء ممكن ما تروح. لأني ما أدري لأنه ما عزمني. لو عزيز علي إذا أنا ما مدعو ما أروح. لازم أعذره. ممكن ناسي سبحان الله يعني. إذا عندك شخص عزيز عليك. أنت عزيز علي. نسي يعزمني أروح له بس يعني أروح له وأسلم عليه يعني ليش لا؟ إذا هو قريب يعني منه مثلاً. أما إذا هو مكرم مو من الأهل أو مو شيء ممكن ما تروح. لا مو من الأهل ما تروح يعني. إذا ما عزمني بعد ما أروح يقول من راح بلا حشيمة من العزيمة قعد بلا حشيمة. بس هو يعني عزيز عليك يعني ما تقدر الظروف اللي هو فيها مثلاً ضغوط يعني لو بعرس مثلاً. إذا هو أنا ما أقول لك لا وقت ما هو يكون قريب مني كلش أو يعني عزيز على خاطرنا تروح له يعني. هو أكيد نسى يعني ما بكون ما بيعزمك يعني معقولنا ما بيعزمك. لا عزيز عليك ما تقدر الظروف اللي هو فيه مثلا. أنا ما أدري لأنه ما عزمني. ما تروح له ما أروح. أنت لو عزيز علي إذا أنا ما مدعو ما أروح. ما تحط في خاطر كده كله وياه وصديقك ونسى يقول لك تعال. لا ما أحط في خاطري بس ما أروح يعني. بشتك عليك عند أبوك. ما أقول لأبوك بشتك عليك عند أمك. أروح ليه ليش لا؟ لازم أعذره. ما قال لي تعال لكن ظروف الحياة أحيانا وزحمة المناسبة تخلي الواحد يمكن ينسى يعني ما في أحد ما ينسى يعني. أي أكيد ما في مشكلة لازم أروح. إيه عادي أروح. لا بس هذا هو عزيز علي يعني يمكن ناسي سبحان الله يعني. عادي ما عندي مشكلة. إذا عندك شخص عزيز عليك. أنت عزيز علي. إذا نسيت عشان أجي لك بقى. إذا أنت نسيت مرة ثانية أجي لك. إذا دريت. في العرس يعني مثلا. أجي لك إيه. أجي له إذا كمل العرس. إيه أجي له بعد. ما في أي مشكلة. يكون نسى يعني. حسنت. هذا كوبون مقدم من أسواق الحلي. شكرا جزيلا.